أما الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فأكد أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في المساعدة على إطلاق القدرات الواسعة لمتحدي الإعاقة، وقال كمان أن العالم بيشهد انطلاقة قوية تجاه عصر رقمي بيصوغه واقع جديد لمفهوم الحضارة، وبيكون الإنسان فيه هو المحور الأساسي لسياسات التطوير، وكمان بيتعاظم فيه دور التطبيقات التكنولوجية علشان تكون أداة تمكين فاعلة. وزير الاتصالات قال كمان أن قطاع الاتصالات أصبح واجب عليه يعزز آليات نشر ثقافة التحول الرقمي لجميع أفراد المجتمع علشان تحقيق التنمية الاجتماعية وكمان الاقتصادية اللي بننشدها. وأكد كمان وزير الاتصالات أن تمكين متحدي الإعاقة ده أحد محاور خطط التنمية المستدامة. خلونا نسمع مع حضراتكم جزء من كلمة وزير الاتصالات. تمكين الأشخاص متحدي الإعاقة يعد أحد المحاور الرئيسية لخطط التنمية المستدامة الشاملة من أجل خلق مجتمع أكثر إنصافاً لهم. ولهذا آلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أبنائها، وبدعم كامل من السيد رئيس الجمهورية ومتابعته الدقيقة للتنفيذ، رسم استراتيجية طويلة الأجل درست بعناية احتياجات متحدي الإعاقة واستفادت من التجارب الدولية لاستخدام التكنولوجيا كأحد أهم أدوات دمج وتمكين متحدي الإعاقة. وكان من أبرز التحديات التي واجهتنا في هذا المضمار ندرة تطبيقات وبرمجيات التكنولوجيا المساعدة المتاحة باللغة العربية والملائمة للبيئة المصرية والتي لا غنى عنها لمتحدي الإعاقة. لذلك كان السعي نحو الاستثمار في عقول الشباب المصري من مطوري البرمجيات، حيث قدمت الوزارة الدعم من خلال مسابقة تمكين ل 150 مشروع للابتكار في مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة من أجل جعل متحدي الإعاقة أعضاء مندمجين وفاعلين في مجتمعهم. وقد أثمرت هذه الجهود عدة تطبيقات وبرمجيات متميزة، من أبرزها القاموس الإلكتروني للغة الإشارة الموحدة، وتطبيق قارئ الأدوية لمتحدي الإعاقة البصرية، ومنصة التعلم الإلكتروني عن بعد لمتحدي الإعاقة البصرية والسمعية، وغيرها الكثير من التطبيقات التي تعد لفتات ترحيب بهؤلاء الأقوياء للاندماج المجتمعي وتنمية القدرات.